خليني اسالك بقى، لو وصلت المباراه لضربات ترجيح، يعني محمد شناوي ياما كان ليه دور كبير جدا في فوز الاهلي بضربات الترجيح في بطولات عالم وبطولات سوبر وبطولات كاس وعد زي ما انت لما تيجي ضربات الجزاء احنا نقعد بقى مطمنين خلاص. لحد ما جت المباراه الاخيره والناس مسكتها للشناوي في النهايه، دي ضربه جزاء يعني، يعني الامر لما بتصد بقى انت ما شاء الله. عشان عندنا مباراه 2009 ضد البيراميدز كسبناها بضربات الجزاء. لا الحارس مواليد 2009 2009 والحارس مسك ثلاث ضربات جزاء، مسك الحارس بتاعنا مش طلع مسك. والمباراه اللي بعديها كانت مع البنك الاهلي اتلعب 44 يا نهار ابيض ضربه ولا حاجه ما صدش. فدي ضربات الجزاء طبعا دايما انا اقول هي مهاره في رده فعل من شوطه من مسافه قريبه، لكن هي فيها خداع كبير صحيح لقرب المسافه كبير وقرب المسافه بيصعب رد الفعل. انا بتكلم الكلام العلمي بتاع لما بتيجي ضربات الجزاء بتروح للحارس بتاعك بتقول له ايه؟ لا ده بيبقى في تحليل دلوقتي، مفيش حاجه اسمها اقول له ايه. ماشي يعني الحارس ده شاط مثلا 15 شوطه اللي قبل كده في فعنده نسبه شوط في اليمين في تحت او في الوسط او فوق كذا وكذا وكذا وكذا. فبيبقى في استيميشن توقع ان الراجل ده تركيزه كله على زاويه معينه. يا دلوقتي ما بقاش زينا يا احمد، احنا دلوقتي لا احنا كنا لا يعني انت كل اجتهاد شد حيلك وبتاع وربنا يكرمك وانت اللي هتكسبنا. لا بتقعدوا دارسين دلوقتي. لا طبعا طبعا اختلفت الدنيا واختلفت الحاجات، فبتقعد تديله الداتا او تذاكرها قبل قبل المباراه بيوم، لان انت بتبقى عامل حساباتك ان ده مباراه كاس فممكن تخلص في ال 90 وممكن تخلص في ال 120. طيب شفنا الشناوي في ضربات جزاء او ضربات ترجيح قبل كده، شفنا بسام في ضربات ترجيح قبل كده، بس ما شفناش مصطفى شوبير. لا شفناه في الناشئين. في الناشئين انا بتكلم بقى على مستوى الكبير بقى. وهو هو يعني ردود افعاله كويسه جدا وعنده نمط عقلي حاجه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه ويحفظه يا رب. لان انا بصراحه دي شريحه لازم يعني تبقى تدرس لاي حد بيشيل هم من المباراه. يعني ايه يشيل هم المباراه؟ يعني يبقى ما بينامش بالليل، يبقى يصحى الصبح وهو بياكل تلاقيه مثلا قدامه طبق رز ياكله في ساعتين. فاهم انت ازاي؟ فدي المؤشر. تكلمه يرد عليك بالعسمه ما تبقاش فاهم منه بيقول لك ايه، تلاقي كميه العرق اكتر من الطبيعيه حتى في التسخين كلها. فاعتقد ان مصطفى شوبير كان يا رب يا رب يعني يحميه. اللهم امين كلهم يا رب. فعنده عنده لا عنده مميزات في الحته دي كبيره جدا بتاعت حارس كبير. يعني انت ما تقلقش لو ان المباراه وصلت ضربات ترجيح ومصطفى موجود في الملعب. شناوي خلاص. لا كابتن شناوي طبعا ده يعني يعني عنده من الخبرات السابقه ما يخليك ان انت تطمن على ادائه في اي وقت وفي اي بطوله وفي اي مكان. لا يعني حاجه جميله جدا. طيب كلهم صراحه. بسام ما انا بقول لك بسام حارس كويس. كان ضربات ترجيح هنا يعني معايا مسك ضربه ترجيح من النادي الزمالك وعنده رد فعل كويس جدا في يعني يمتلك خاصيه رد الفعل الممتاز. هو يمكن في القرار شويه عنده شويه وحسب نتيجه حسب سير المباراه من البدايه بالظبط. وممكن يبقى متالق جدا 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 لو وفق في اول كوره اول كورتين صحيح، ولو حصل العكس بيبقى عنده. كابتن احمد زمان واحنا بنتمرن الحقيقه، يمكن انا بقعد كده بقى مع اصحابنا وبتاع فاقول لهم يا جماعه احنا يعني بصراحه انا اسف تدريبنا كله كان غلط، يعني تدريب حراسة المرمى كله زمان وكلهم كانوا مجتهدين كتر الف خيرهم كمدربين طبعا بقدر الامكان والمعلومه شكل تدريب حراس المرمى دلوقتي اتغير جدا خالص طبعا. تدريب حراس المرمى بقى مثلا انا ما يجي لي مدرب اول الاسبوع يقدم لي البروجرام بتاعكم، انا ده نظامنا يعني. كل المدربين اول اسبوع كل واحد بيقدم البروجرام بتاعه من مباراه للمباراه. فبنركز في حاجات اللي هي هتبقى ان العناصر الفنيه تزيد، العناصر البدنيه تزيد، العناصر الذهنيه تزيد. الاحتياجات النيدز بتاعه المباريات، اللعب بالقدم بقى جزء من اجزاء طبعا كبيره طبعا. المتابعه على كل يعني مثلا احنا بنحفظ اللعيبه واجبات المراكز ال10 مراكز يا سلام ايوه
عشان زمان احنا كنا نقول ارجع اطلع. أيوة لا احنا دلوقتي ايه يبقى فين مكانه من مكان الكوره ومكان الزميل ومكان المنافس. ايوه شمال شويه الرسم البياني بتاع اللعيبه العشر لعيبه بتوعك تشغلهم ازاي. نعم. اللي هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول اللي هي تهيئه القرار. لما دي كان بيعملها بقى عارف مين وبدون علم وبدون اي حاجه ثابت البطل الله يرحمه. صح انا قلت كان يكلم لحد الوينج الشمال ثابت كان سابق عصره الحقيقه.